بدأت في تمام الساعة 9 من صباح اليوم لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل. وأدلى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، ذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة، ويستمر التصويت من 9 صباحا وحتى 9 مساء. وتم تحديد يوم 13 من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. أدلى المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بصوته في مقر لجنته الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية. وأدلى المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بصوته أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة. وقد شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة في أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية 2024 إقبالا متزايدا على التصويت بمختلف المدارس والمقار الانتخابية في أحياء المحافظة. أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر بصوته في الانتخابات الرئاسية، وأدلى حازم عمر بصوته بلجنة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، وتجرى الانتخابات داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10، 11، و12 من ديسمبر الجاري. وتتابع غرف العمليات الخاصة بالمرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية عملية تصويت المصريين بالداخل لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة. We'll be right back.
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات وجود إقبال كثيف في مختلف لجان الاقتراع بجميع المحافظات من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وفي بيان لها أشارت الهيئة إلى أنها دفعت بقضاء احتياطيين لتسريع وتيرة عمليات التصويت حرصا منها على التيسير على الناخبين. وذكرت الهيئة أن عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية تمضي بانتظام في مختلف لجان الاقتراع، وذلك من واقع تواصلها الدائم والمستمر مع كافة اللجان العامة ولجان المتابعة ولجان الاقتراع الفرعية. قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني في المقام الأول وليست حقا دستوريا أصيلا فحسب. جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنته الانتخابية بالنزهة بمحافظة القاهرة. ودعا رئيس مجلس النواب جموع الشعب إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية بما يليق بمكانة مصر، كما وجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات ولقضاة مصر على ما بذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها بدقة متناهية. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كل التحية والشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على ما بذلته من مجهودات خلال سير العملية الانتخابية. جاء ذلك خلال تصريحات له عقب إدلائه بصوته الانتخابي بالانتخابات الرئاسية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد مدبولي على أن هناك تاريخا جديدا يكتب لمصر بعد تحويل العاصمة الإدارية لواقع على الأرض. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة لاستكمال الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، بما ينعكس على خطة الدولة في التوسع الزراعي وحماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية، ذلك في إطار الخطة النموية الشاملة لمصر. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع أتى في إطار متابعة جهود تفعيل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، والدور الذي يقوم به في تطوير المنظومة الزراعية ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية وإنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير وأنشطة الزراعة المحمية والإنتاج الحيواني وغيرها. الاجتماع ركز في هذا الإطار على كيفية تطوير البنية التحتية المطلوبة لنجاح المشروع وبالأخص الطاقة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة الوطنية المعنية. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لاستكمال الأهداف الاستراتيجية للمشروع بما ينعكس على خطة الدولة في التوسع الزراعي وحماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية، وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة لمصر. انتهت الخامسة، ولكن التغطية مستمرة فتابعونا.